فاس وفي فرنسا في عمري عندي نصوم مقاطع ديالهم لان احيانا ما كياخذوش اول يوم فعلا فرحه ولكن احنا بغينا هذا العام هذا الشيء كلشي مستمر العام كامل ماشي على اليوم وغدا نقول لك نمشي للمقاطعه او العمل باش نقضي المسائل ديالي ما لقيت حتى شي واحد اليوم الاستقبال ديال العمال الله يعمرها دار العام سيد العامل راجل طيب بداش يصغي ويسمع الجاليه المغربيه ولكن خصو يعطي التعليمات للموظفين باش يقوموا بالعمل ديالهم كذلك هذه 4 سنين انا ما دخلت المغرب فرحانه بزاف انني عاودت تواصلت في هذا اللقاء لاني تواصلت فيه وهذه 4 سنين في مدينه بني ملال وكان لقاء حماسي جدا لان كنحس بالفرحه بان بلادنا هي بلادنا حاضنانا ومستقبلنا بلا هذا الشيء ولكن ملي كيكون واحد ترحب بحال هكا بهذا الشكل رائع جدا واخا كيكونوا فيه بعض الشكاوات يعني الناس كيتشكاو من شي حوايج وهذا الواقع يعني ضروري الناس خصهم على من يشكيو ولكن على العموم مغربنا الرائع زوين حنا ملي كنجيو كنجيو فرحانين ما تصوروش الفرحه اللي حنا داخلين بلادنا رائعه جدا ويعيش وطننا الغالي بحارا وجبالا وصحراء رائعه من جنوب فرنسا عندي والديه تما مشيت صغيره تزوجت تما ولدت تما بنتي ما شاء الله عندها 30 سنه الى يو ان دكتوراه وفي استراليا عندها دراسات عليا وجيت للمغرب على شي وريقات ايوا الله يخرجهم بخير وعلى خير القيد ديال بوسبير ما بغاش يعطيني البطاقه هذيك الورقه الاداريه قال لي تجيبي بنتك من استراليا كي امبوسيبل او بيان بروكوراسيون اون استراليا يا با دو لامباساد ولا كونسولا ماروكان ما كايناش خصها تمشي حتى نوفيل زيلاند سكي في سي تري 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 لون ونتمنى على الله من الباشا الغزواني قال لي غدا ان شاء الله مع العشرة ونص غنكون عنده وغادي يفض لي المشكل حضرنا اليوم في هذا اللقاء الجميل الذي ترأسه السيد العامل ديال على عملة أنفا اللي كنعرفوه بالحنكة ديالو وبالثقافة ديالو الواسعة وبالصدر الرحب أنا هنا لا أنطر ورودا من السيد العامل ولكن أنا أعرف حق المعرفة فهو رجل قانون وهو الذي من دبر شأن التنمية البشرية بالمغرب وثم عاد إلى عمله كعامل على المنطقة وبهذه المناسبة هذه تحين الفرصة باش نعبروا على الآراء ديالنا رغم أنها لا تخص مثلا عن المشاركة النيابية للفصل 17 من الدستور المغربي ديال 2011 يقول صراحة في الفصل 17 بأن الجالية المغاربة المقيمة بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة ترشيحا وتصويتا انطلاقا من بلدان الإقامة هذه قلنا احنا باش هو يبلغ لأن الجالية قد أقصيت وهمشت وأبعدت وكان الفصل 86 من الدستور يقتضي أن ينزل رئيس الحكومة في الولاية الأولى يعني قبل 2016 تنزيلا فعليا للدستور الشيء الذي لم يطرأ ولم يكن ولم نحصل عليه